ازول حبيبي حبيباتي، معكم حبيبتكم دهيا اللي تحبكم قدد الموضوع تاع اليوم رمضان 2016. قبل ما نبدا في الفيديو تاع رمضان 2016 بغيت نعطيكم شي معلومات ونعلمكم شي صوالح بزاف 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 سقسوني عليه في الفتره الاخيره. الحاجه الاولى عينيه، عبالكم بلي دي هي ادلي لونتي بلو باسكو ما نشوفش غير. ثاني كان ندير نوادر، قالوا لي بنات دي هي حبي نشوفك بالوادر. فوالا هادو هما نوادري. ما تنساوش تقولوا لي في الكومونتير، قولوا لي كي جاوني نوادر واسكو تحبوا تشوفوني لابسه نوادر ولا لابسه لي لونتي. نتوما قروا حاجه بزاف البنات راهم يسقسوني يقولوا لي دي هي علاش في الفتره الاخيره بدلتي العناوين تاع القناه تاعك، وقبل كل عنوان كتبتي مورسو اللي هو بنت وهرانيه جزائريه ولا بنت وهرانيه امازيغيه ولا بنت جزائريه. المهم الجواب هو كاين واحد من اللي تبعوني في القناه تاعي دائما كان يكتب لي تعليقات وانا كنت ترد عليه وحاجه كيما هكا. الور شاي راح دار، راح دار الفيديو تاعي وحطه عنده في اليوتيوب تاعه وكتب بنت جزائريه لا بنت وهرانيه امازيغيه ونفس العنوان تاعي. وشاهدت لقيت بلي هذاك الفيديو كان عندي انايا 37000 شخص متفرجه، عنده هو فايت نص مليون. واو فايت نص مليون، يعني نسبه المشاهده طلعت. وقعدت نشوف لي كومنت اخي ماك هذا الفيديو تاعي شغل ني مخلوعه، فيديو تاعي انا عندي 37000 تاع عندك فايت نص مليون شغل. الو رحت قعدت نشوف لكم مسخ كيما هكا اش عمل واحد يقول لها ما كاش عبالي بلي هذه جزائريه، ما عبالي شعلي ما بالش بلي انا جزائريه. ما عبالي كتب كاع الكومونتير تاعي بالدارجه تاعنا اللي نحكوا بها صوف كيف فوا نكتب الانجلي كي يكون ما كاينش نكتب انجلي بصح نفكر بصوت عالي بالدارجه تاعنا نكتبها ما عبالش عليه. هذه حاجه. حاجه واحده اخرى قعدت نشوف لك ماكو كومونتير تلاقيتهم بلي اتيرو بزاف لي فيديو لي زالجيريان بليتو يحبوا يشوفوا لي فيديو تاع وحده جزائريه ولا واحد جزائري، الو كي يشوفوا بلي كاين واحد جزائري يدعموه. سي بور سا قلت انا بلي وي سي فري عندها الحق، نورمالمون نعلمهم بلي انا جزائريه باسكو اليوتيوبات الجزائريات قلال بزاف. الوغ وليت نكتب هادي قلت التجربه يعني نسيي نشوف ماني خاسره والو نسيي. الوغ كي سييت واو يعني نسبه المشاهدات في القناه تاعي طلعت لواحد الدرجه ما كنتش نتوقعها. غادي القناه تاعي عناوين تاعها شويه غادي يكونوا بيزم. فوالا هادو هما الصوالح اللي حبيت نحكي لكم عليهم. دوكا خلونا ندخلوا في رمضان 2016. رمضان 2016 قرر نقول لكم شحال هي الساعه، راهي السبعة و7 دقائق. واو راكم تخموا فيها سبعة دقائق. من بعد كنا تحت في الكومنتات كتبوا لي 7 و7 دقائق اش معناها. المهم حبيت نقول لكم بلي من اليوم ما رقدتش، ما قديتش نرقد، غادي هاكا فرحانه وجايه فرحانه من قلبي حابه ندير لكم هذا الفيديو. رمضان 2016 كيش دخل عليا با انايا ناضوا لي 3 دروس، قال ناضت لي هادي وهادي وهادي. وكي رحت عند طبيب قال لي بلي ما عندكش درس الرابعه. صحيح بون صح ما عنديش درس الرابعه. في رمضان هذا قبل رمضان بيومين وليت نحس بالدور من هنايا في هذه المنطقه. ديجا مازالني شويه متفخه، مازالني شويه متفخه، وليت نحس بالدور في هذه المنطقه. وزيد حاجه واحد اخرى درس العقل هذه بدات تنوض، انتفخت لي بزاف ما وليتش قاد نحرفهم هكا هكا المسافه هذه فتيته ما وليتش قاد ناكل، وليت فوتها غير بالحريره. رمضان هذا فوتها غير حريره. وبعد كي انتفخت لي ولات تضرني، وبعد كي انتفخت هاد البلاصه ولات تضرني كتبوني الحلاقم، من الحلاقم حكمتني الحمى والديا حكمتني ودنيا فريمون عانيت ما قدوش تامن على رقم الدواء. حبيت نقول لكم الدواء اللي راني نشربه دقيقه راح نجيب الدواء ونولي باسكو فريمون هذا الدواء نفعني وهذا الدواء حاجه طوب. ماما شاته لي وثاني كان صديق ليا من القناه تاعي ونصحني به. فوالا راني جيت حبيت نوري لكم الدواء. شوفوا راني شربت كاشيات، فوالا هادو هما الكاشيات اللي شربتهم. كنت نضرب وحده كي سايبو كي ناكل مع الفطور كي اد المغرب ناكل، ومن بعد كاينه وحده مع السحور سما كنت نضرب زوج كاشيات. فوالا هادو هما. وثاني كنفعني الحاجه اللي نفعتني بزاف وفريمون جايه باش نوريها لكم اللي هي هادي دولاران. فوالا هذا هو هذا زيت جاكيت زيت زيت نعناع وكاين واحد القرنفل. انا جاكيت زيت كلاه تحط على المنطقه اللي بيان سور تكون ديك القايه ولا كوطونتيج ولا حاجه كيما كوطونتيج كوطونتيج ما بينش كيزمو المهم بحال تحط على هذيك المنطقه وتدير كلاه الدر شغل مستكره فريمون الدر يروح. وهذا ساعدني بزاف باش وليت قد ناكل باسكو وليت عايشه بالحريره وضعفت بزاف ومرضت بزاف. فوالا كملت لكم مع ليسوار تاع الدرسه اللي حكمتني وميرسي وصحيت. وثاني ميرت نحبكم بزاف بزاف للناس اللي كانوا يقولوا لي دي هي رانا نقراكم انت ديروا فيديو دي هي اللي كل كنت مريضه كانوا فريمون قلبهم معايا. نقول لكم نحبكم ماشي لا قد الدنيا، نحبكم قد المجرات قد الكون. يعني فريمون كي كنت مريضه هما كانوا يرجعوا لي لي سبور، هما كشغل كانوا يهنزوني، هما كانوا يعزوني في المرتاعي، هما كانوا كل شيء.
سيرتو كي تعافيتو الجسم تاعي ضعف وما كنتش كاع ناكل. المهم نقول لكم نحبكم. كان وحده حبيبتي اسمها ايه اسيل وهذه عندها في شان في يوتيوب تاعها، دير ماكله ودير طبخ ودير اكلات ودير كاطو. هي وماماها فريمون ماماها انسانه مليحه وتعجبني بزاف. غادي نخلي لكم العنوان تاع القناه تاعها في صندوق الوصف، روحوا عندها شوفوها، ديروا لها ابوني كومونتوا لها شجعوها، فريمون هي انسانه طيبه. عندها شادر دار طاغرام تاع رمضان و طاقيتني قالت لي دي هي اسمك ديري، وفهم انا نحبها وشوف خدمه باش خيطه خدمه وبغيت ندير على جنب. انا رحت شفت تاع عمان طاقيتي 20 سؤال 20 سؤال تقول لي خباره، انا فهمها هضره نهضر بزاف 20 سؤال هذاك ولا 20 سؤال ساعه وانت قاعده معايا كيما هكا صوت قايق ولا تقول لي انا اختصرت رجع لنا نفسك ودي فيديو. فوالا راح نبداو بالاسئله. السؤال الاول، اول مره صمتي فيها رمضان كان في عمري 8 سنين، كنت صغيره بزاف، ولي بارون تاعي قالوا لي ديا ما تصوميش وما كيزال كي صغيره بصح شهواله انا شغل هاكا شتم كاع صايمين وتحببت هاكا باش نصوم. الوغ صمت نهار واحد وكنت هاكا نشيطه كل شيء. جات الوحده غير وحده، هذه غير وحده تحشيه صاي وليت قاعده في الباناسوار تاعي دايره كيما زومبي. وليت الربعه تاع الحشيه صاي رقدت ما قديتش فريمون، ما قديتش راسي بدا يضرني وفشل بيا ما قديتش وهكا صمت. وهذه حاجه اللي فهمت تعجبني فيا، تعجبني فيا هذه حاجه فهمت تعجبني فيا كيما اول حاجه نديرها نديرها من الصغيره من الكبيره وهذه واحده مسكتات نديرها ثم نديرها هو بصح اول مره صمته كاع من الا للزيت كي شغل صمت 30 نهار جو بونس كان في عمري 11 عام وراه كيما هكا 11 عام وشي حاجه. بصح انا عقلي كان في عمري 11 عام وقيله كليت منه نهار ولا زوج باسكو كنا نقراو في السيام ودرنا سبور والحصه تاع سبور فريمون عييت فيها لور وقيله كليت منه نهار ولا زوج. سؤال ثاني، باش تكسري صيامك باش نكسر صيامي؟ نكسر صيامي بالتمر وبالحليب كيما كاع لي زالجيريا كيما كاع المسلمين يديروا. بصح شهوه في رمضان 2016 ما كنتش نقد ناكل، ما بقاتش نمضى غير التمر ولا يجيني قاصح بزاف وننظر حتى وليت نبكي وانا ناكل. ايماجيني وليت نبكي وانا ناكل. الوغ شنو كنت ندير؟ كنت ناكل حليب، نشرب حليب وناكل معاه شويه تاع الشاميه باسكو الشاميه فريمون طريه وما تضرش. واش تحبي في رمضان؟ قرعي شحال من بوراكه تاكلي؟ شحال من بوراكه ناكل؟ كاع البوراك اللي كاين ناكله. انا نحب حاجه اسمها البوراك بزاف، تكون في فرماسيون هكا وكل شيء، وكاين بوراك البطاطا وكاين بوراك تاع الكسكس، نحب البطاطا ونحب الكسكس، ديري لي بوراك اي حاجه تنبغي. واش تحبي في رمضان؟ في رمضان شنو نحب؟ شوف في رمضان نحب الناس، الناس في رمضان تحسهم قراو تشوفو ندير فيها الكاميرا كيما هكا. في رمضان الناس تحسهم كاع هكا. شوف حاجه الاولى في رمضان حنا كاع العائلات نتلمو نبغوا نصوموا عائلات مع بعض، سما غير اللمه هذيك تاع العائله شعل تسوى تسمو كيما هكا تاكلوا مع بعض تصوموا مع بعض ديروا كاطو مع بعض يعني كل شيء ديروه مع بعض. هذه حاجه فريمون طوب وتعجبني بزاف بزاف في رمضان. حاجه واحده اخرى تعجبني في رمضان كي نخرج برا نشوف الناس فريمون يحاربوا في روحهم فريمون باغي يسقدوا بايز ملي كان اللي يحبس الخان اللي كان يدير صوالح ماشي مليح يحبسهم في رمضان. كاع الناس تحسها باغي تتوب، كاع الناس تحسها بلي باغي تتبدل الاحسن. وهذه فريمون وحده من الصوالح اللي نعشق رمضان فيهم ونبغي رمضان بزاف باسكو نشوف النيه تاع الناس بلي فريمون باغيين يديروا حاجه شابه. وهذه حاجه فريمون توب في رمضان وتعجبني. هذه هي حاجه تعجبني في رمضان، نبغي اللمه تاع الناس. انا اصلا جاي انسانه هكا اللي نحب اللمه، نحب شفتوا ديك العقليه تاع بكري تاع ناس بكري كي كانوا شي يديروا كانوا يقضوا صوالحهم روحهم بعدا كي نشاه نسى تلقاهم مجمعين في الحوش عند الداليه كيما هكا عند الكرمه كيما نقول لك مجمعين في الحوش دايرين لاتاي دايرين يقولوا بقالات ويضحكوا ويجيبوا لك هكا ناس بكري تحلو حتى عراسهم حلوين تلقى داير لك عرس في السطح داير لك عرس في كاطون في كاطون هذا في كيطون بصح فريمون هذوك صوالح حلوين فريمون هذوك الجمايح كيما كيعجبوني بزاف. واش هي مهمتك في رمضان؟ المهمه تاعي في رمضان اني ندير الكاطو تاع العيد، ما كاينش كاطو تاع عيد اللي هي ما درتهاش. فوالا هذه هي المهمه تاعي في رمضان. ماما تقول لي ديري الكاطو تاع العيد باش تتعلمي وتدركي على الدار وراكم عارفين كاع لي بارون تاعنا اش يديروا. وفي رمضان الاولى اول ايامات في رمضان تاعي كنت ندير فيهم ماكله، كانت ماما تعلمني ندير ماكله سي بور سا انا نعرف طيب. كاين واحد يكتب لي في كومونتير دي هي باينه عليك ما تعرفش تقلي بيضه. نو نعرف نقلي بيض، نعرف ندير زيتون، نعرف ندير بقوق، نعرف ندير بزاف صوالح جامي في حياتك ايماجينيتهم. الماكلات التقليديه الجزائريه نعرف نديرهم، الكاطوات نعرف نديرهم، وهذا بسبب رمضان وحاجه اللي نبغي رمضان فيها باسكو نتعلم نطيب فيها فريمون. والبنات صدقوني يعني فرصه ليك في رمضان دخلي الكوزينه وتعلمي طيبي باسكو هذه هي الفرصه. على قداه تنوضي وعلى قداه ترقدي؟ شوفي كيما اليوم ما رقدتش باسكو كنت فرحانه باش نجي ندير كوفيد، انا غير بغيت غير وليت نهضر صايب بغيت ندير فيديو. رحت دوشت كنت عايفه روحي كنت كارهه روحي، رحت دوشت مشات شعري وراني جيت ندير لكم فيديو ما قديتش نقرا ما قدي انا نقرا غير السماء غير ضوي تاع يطلع ونجي ندير لكم فيديو باسكو فريمون توحشتكم على بالي بلي راكم حابين ندير هذا الفيديو. الو في رمضان ما نرقدش الليل ما نرقدش بصح شهواله حتى تطلع الشمس نرقد كي نسمع الزواوج هادو
اللي راه يكون تنوا فيهم دركا معايا نرقد، والعشرة الحادية عشر كيما هاكا نوض باسكو ديجا ما عندك ما دير في رمضان، وكعارفين هذيك الحياة اليومية حاجة متفرغة. واش تاكلي في السحور؟ في السحور واش ناكل؟ شوفوا في السحور انايا نبغي ناكل الصوالح اللي يكونوا حلوين، ونبغي ناكل بزاف الفاكية، علاش؟ باش تعطيني الطاقة باش نكمل النهار غدوة. وحاجة تانية نأكد بزاف بزاف على الماء، نشرب الماء غاية، نشرب الماء غاية، وناكل الصوالح اللي فاكية، ناكل الفلان تاعي، الفلان تاعي ندير زوج فلان ليا، زوج غرافات ولا ما باليش كيسموهم، ناكل وحدة تفاحة كي نكونوا قاعدين، وحدة في السحور. حاجة أخرى ناكل شوكولا في السحور، شوكولا مع قهوة خلطهم غاية وناكلهم، ماشي شوكولا غبرة، شوكولا نوار. أول يوم في رمضان كيفاش يفوت عليك؟ صح الكفة تاعي ما تأمنش عقلك علي دورني، بصح شهوة لا صوف الكفة تاعي عادي، ما نعطش ما نجوع ما والو، حتى كون نمشي باريكزوم هاكا كي كنا نقرو دي فقرينا في رمضان، دي فوا تروح تشري مع ماما في رمضان، تروح للسوق مع ماما في رمضان تاني، مي نو ما نعطش ما نجوع ما والو، صوف راسي يضرني. سؤال واحد آخر هو واش هي اجمل ذكرى، اجمل ذكرى ليك في رمضان؟ اجمل ذكرى ليا في رمضان هي خاطر رمضان جمع انيفيرسير تاعي دو فوا، ادوس واحد الخطره لانيفيرسير تاعي جات في الوسط، واحد الخطره لانيفيرسير تاعي جات مقبل، استغلوا هذا العام انيفيرسير تاعي جات مقبل بالنهار، انا في السيس شغل انا ورمضان جينا مع بعض، الو لي زامي تاعي وحده بي واللي من القناه تاعي واللي تابعوني واش داروا لي؟ داروا لي مفاجاه وداروا لي يعني حفله لعيد ميلادي، وشغل كنت حسيتها واحد من اجمل اعياد ميلاد في حياتي، درنا عائله حقيقيه والعائله تاعنا خرجناها من اليوتيوب للعالم الحقيقه، وداروا لي كادو، هذا واحد من الكادو اللي داروهم لي، راني درتها في يديا، داروا لي بزاف لي كادو بصح راني نحطو في الشومبره تاعي دوماج ما وريتهمكمش، فريمون هذا كادو عزيز، ماهوش مجرد خاتم، ماهوش غير خاتم، انما حاجه فريمون عزيزه، يعني كون يموت غادي يموت داير هذا الخاتم في صبعي، باش تعرفوا قداه نعز هذا الخاتم. حاجه واحده اخرى، قرعوا شوفوا الاسئله. اكثر هادو شوف هادو جوج اسئله زدتهم بسبب كنت نحكي. اكثر ذكرى حزينه ليا في رمضان هي واحد الخطره كنت في ليله تاع 27، كنت كيما هكا الور ماما قالت لي خاصنا حليب، فوت نشري حليب، تلاقيت وحده يا ماما قابينها الدراري واش يديروا لها فيها، يضربوا فيها مع باليش كيفاش، جات غريان في راسها يقضب، مخلوق شباب ظريف ما عندها حتى اي علاقه به، يقعد يضرب فيها، هرسوا لها دراعها الجنحين تاعها بليتو، هرسوا لها الموقار تاعها طب جبلها لدرجه انك ما تقدش تحله لها، عينها راحت مسكينه كي نفكرها فريمون الحمايه تشوك، حال كانت كاتاستروف، كي قضبت هذيك الحمامه فريمون طرت فيهم زكيت عليهم، وجا عندي نحيا نحشومه عطيني حمامه تاعي، بليتو هي ماشي حمامه هي يا ماما بصح انا نقولها حمامه، الوغ جا عندي حمامه تاعي فريمون كي شفت فيه هذيك الشوفه راه هرب خاطر عرفها بلي غادي فريمون الوغ درت كيما هكا كنت مشيت لحليب ولا طلعت نجري ونستفى كيما هكا عرفت رحت عند ماما نجري ديرك، قلت لها ماما كي شوفي شات لقيت ما عرفناش نديرو لها من كثر اللي كانت متضرره هو مسكينه واش درت فيها تحت الارض فمها كان هكا عوج مطبس داخل بعضها هكا تخيل هذا فم نورمالمو نص هذه كيما هكا يابا مع بالك تحكي في الجنب يقولوا قد جاتهم في راسهم انا غادي تحكي لنا تاع 27 بغينا نقول هكا ماما عندها صوره جاني انا بالك حاريت ما عرفتش واش ندير خفت ناديها خفت نضربها اكثر من لي انا نزعها انا ماما حلت لها فمها تشرب منها الماء يعني ولات قلنا بغينا نخف كيما هكا ما بغيتش نديها مسكينه شفت انا خلينا هاني عقله وبعد كي فطرنا فطرنا تاع رمضان وكل شيء رحت عندها كيما هكا الور قضبتها ما بين يدي يعني عقله اللي حكمتها ما بين يدي وقاعده دير والروح تاعها خرجت ما بين يدي هكا كانت شغل حيه وفريمون قعدت ما ساكون صرت نعطيها جزء من حياتي كون هكا نعطيها ايام من عمري نقلع ايام من عمري ونعطيهم منها ماتت ما بين يدي تخيل باي درجه وحاجه خبطني فيها كانت كان طريه كانت دافيه بلا كان فيها روح هكا كي ماتت لو كوانتي حسيت خدمه ولاش عندها بوا اون بليس حسيتها ولات روحها صغير ما كانش طريه كيما كلمه روح تمتم ماشي قرا بالك فتيته ولا تمتم هاك وفريمون هذيك الحاجه هذيك ديك الحمامه يا ماما بيضا مش حاجه بريئه او شي حيوان ظريف انا شي حاجه حيوان المهم هذه فريمون حاجه بريئه هذا الو شاف قال عايز نشوف اش كاين اسئله اش كاين اسئله فوالا ما كاينش كملوا اسئله سي بون اخر سير كملوا اسئله المهم هادو هما اسئله على رمضان نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو نقول لكم نحبكم تهلاو لي في روحكم حاجه واحده اخرى نحب نقولها لكم باللي قولوا لي نتوما اول مره صمتوا فيها رمضان وش هي الحاجه اللي تحلوا بها رمضانكم يعني تكسروا بها رمضان
قالوا قولوا لي ثاني قولوا لي سؤال على رمضان حابين تخبروهم باسكو انا نبغي نقرا لي كومونتير تاعكم ونبغي نشوف شنو تبغوا شنو ما تبغوش ونبغي هكا ندخل في حياتكم ثاني. نقول لكم نحبكم كنت معكم حبيبتكم دهيا اللي تحبكم قد الدنيا واسف هذا الفيديو جا طويل عبالي فيديو جا طويل بصح اخر فيديو راح يجي طويل ومن هكا فريمون العقليه غادي تبدل لي فيديو غادي يكونوا قصار نقول لكم ما تنساوش ديروا لايك باش تشجعوني وراني فريمون نهضر بزاف المهم نحبكم صلوا لي فرحكم ما تنساوش تكتبوا لي في التعليقات صور حلوه سيبكم عليهم كانت معكم حبيبتكم هي اللي تحبكم قد الدنيا.